مشاهدين ديالنا الاوفياء، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بث مباشر اخر من مدينه الدار البيضاء ومن منطقه الفردوس. معنا واحد السيده مسنه شيئا ما. هاد السيده هذه اللي توفى الزوج ديالها، هذه مده ديال 18 سنه كبرت فيهم الابناء ديالها، بنت وولد كبرتهم، يعني ربما كانوا في سن عامين ثلاث سنين كل واحد فيهم. الان كانت عايشه مع العائله ديال الزوج ديالها، الان كيتم اخراج ديالها من المنزل كيف ما غتابعوا معنا القصه. الان كيتم اخراج ديالها من البيت واحتفاظ بالابناء ديالها، كتعيش الان معاناه، يعني البارح بيتها في الشارع، فتابعوا معنا القصه. السلام عليكم. عاودي لينا شنو وقع لك. لا عاودي لينا شنو وقع لك. صافي نسى كلشي، دايره نتا عمليات على الكوار والعينين ما كنشوفش بيهم، لان مازال قليل واحد كنتبع على ربعين على قبل بالزوله، كنت بخير اللي قسم الله كنت كنجيب. دابا مشى مشى الصحه مشى كلشي، ما بقى والو، مره البريكولي مره نجلس هكا باش ناكل، عيطي طلبت القمص باش نجري غير تدوى الكوار، عامين ما كنهيتوش أمين مكتبش بفمي، خاصني يجربوا لي الأمان. ملي كانت عندي الدار كنت كاريه، خرجتني مولا الدار، مشيت بقيت كنتلاوط من هنا لهنا من هنا لهنا، مشيت عند البيبي نسمع واحد السيمانه جراو عليا، قال لي خرجي فحالك. علاش جراو عليك علاش؟ قال ما تبقايش جالسه معانا، ما تبقايش جالسه معانا، قالوا. واخا والأبناء ديالك اش كيقولوا؟ ولادي ما قالوا والو، بقاو ساكتين كيشوفوا ساكتين، اش غيقولوا؟ فين غيخرجوا هما؟ تا هما ما عندهمش فين يخرجوا، بقاو ساكتين. واحد خوهم تاني دير راسو بندام، هذاك الصباح بدا بغا يضربني، دفعني دفعني وضربني على ما يطيحني، والله ما واكل الماكله من البارح، ما واكلاش عندي الان. فين بتي البارحة شريفية؟ في السطاح، واحد السطاح مكفي دايره بغيده وجالسه مقرده بحال هكذا، وربي شهاد عليا. وهذا البرد، انا ما بغا والو في الدنيا، بغا غير اللي عاوني نمشي بميحيل نجلس بيه زيت البيت انا اللي نديمو الامانه امانتو. هادشي اللي كنقول. واخا بغينا نعرفوا دابا باش المشاهد تا هو يفهم، دابا هاد العائله انت كنتي عايشه معاك واحد 18 سنه قلتي دابا تاعي. كنت كاريه بوحدي. شحال باش كنتي كاريه بوحدك؟ شحال تقريبا باش عشتي مع هاد العائله ديال الراجل؟ عشت معاهم بهاد العام هذا، ماشي بزاف. هاد العام هذا؟ ولكن الابناء ديالك كانوا معاك؟ كانوا معايا ولادي. واخا وملي كانوا معاك؟ ملي كنت كاريه كانوا معايا ولادي. انا معاك، اسمعي، انا معاك غير باش المشاهد تا هو يفهم، دابا المتتبع تا هو يفهم. غير دابا ملي كانوا معاك ولادك قلتي يلاه عائله راجلك راهي عشتي معاها دابا عام هذا. تقريبا. دابا واش ما بانشك بان من العجيب ان وليداتك عايشين معاك مده ملي توفى الزوج ديالك الله يرحمه، مده ديال تقريبا قلت واحد 18 عام، يعني خلى الوليدات عندهم عامين ثلاث سنين، هذا هو خلى الوليدات. قال لي عنده شهرين، قال لي عنده عام وشهر. يعني واش ما كيبانش لك غريبه انه مثلا هاد الوليدات جاتهم يتخلوا على امهم سهله، مده عام مع عائله باهم تخلوا ما كلشي كلشي في الممكن، شتي كلشي في الممكن، حيت كيحرشوهم كيقول لهم لا بغيتو تبقاو معنا بقاو معنا، بغيتو تتبعو امكم تبعو امكم، والدراري قال ما قالوا والو، فين غادي يخرجوا تا هما؟ ما عندهمش فين يمشيو. ما عندهمش فين يزيدوا، غادي يخرجوا التجرد ديريكت. واخا واش تخاصمتي مع هاد العائله؟ شنو وقع؟ ما تخاصمت معاهم والو، حيت كنت كنجيب الفلوس، كنت كنخدم كنجيب الفلوس كنعطي، ملي ما بقيتش كنعطي الفلوس ما كنسوى والو. يعني قولي دابا انت ملي ما بقيتيش كتخدمي؟ حيت دابا لابسه الطابليه نيت، وري الناس لابسه نيت دابا الطابليه. ايه كنت نضرب الدروج. غنمشي نضرب غير الدروج ونجففهم. واخا ريحي في بلاصتك، ريحي واخا واخا. ها ملي ما بقيتيش كتخدمي تجيبي الفلوس، قالوا لك سيري بحالاتك. ما عندنا ما نديرو بيك. كتسالي والو، كي انا عارفه ما كتسال والو. المهم خليونا انا قالت لي تنا ريحان عليا الله تنا ندبر على راسي، قالت لا خرجي بحالك. خرجوني في الليل. قربي الميكرو عندك في فمك باش. خرجوني في الليل. صافي ما لقيت. البارح خرجوك بالليل. بالليل مع 10 ونص الليل. ما خافوش عليك الشفاره؟ ما خافوا والو. خرجوني طلعت واحد جلست واحد شويه، مشيت عند واحد مول الحانوت عطاني خبز ورايبي كليته.
هي ديك رجعت لواحد السطاح نعست فيه تكيه فيه بحال هكا حتى الصباح صافي هادشي اللي كاين. حتى اليوم باش تواصلتي معنا ياك؟ حتى اليوم باش تواصلت معاه. اه واخا انت اش كطلبي دابا لاله؟ اش كطلبي؟ شنو بغيتي دابا؟ انا كطلب من الناس المحسنين الله يجازيهم بخير، ما غاديش يبيت لي حط راسي حتى نهار يديموا الامانه امانته. صافي حيت انا كنتبها 10000 ريال في الشهر، 10000 ريال في الشهر ما غاتكري لي ما غاتوكلني ما غاتضربني ما والو. دابا انت كدير الميناج؟ كندير الميناج في الدروج. كتاخذي 10000 ريال في الشهر؟ لا كل تندير 5 دروج. ايوه المهم مجموع 10000 ريال. 10000 ريال. يعني 10000 ريال ما غاتوكلك ما غاتشربك ما غاتكري لك ما غادير لك والو. ما غادير والو. حتى الدواء ديال القواط ما واكلاهمش، عام هادي ما واكلة الدواء ديال القواط. عام وزيادة ما واكلاش. عندك القواط دابا انت؟ اه ما فاتها. اخلي بلا ما تبيني اخلي. ورجليا تاني مريضة هي. لا بلا ما تبيني بلا ما تبيني لا بلا ما تبيني. يعني دابا انت كطلبي من الناس المحسنين انهم يتعاونوا معاك ياك؟ بغيتي شي محل اللي تجلسي فيه مثلا على قد الحال؟ على قد الحال. على قد الحال. تمشي هذا طبعا على قد حالنا. صافي هادشي اللي باغا من الله والمحسنين. ما باغا حتى حاجه في هاد الدنيا. واخا وليداتك دابا فين بقاو وليداتك؟ كاينين مع خوته وهما ما مسوقينش ليا. بهاد العربيه بحال هكا؟ ما مسوقينش ليا، تعرف محرجينهم ما مسوقينش ليا. حتى واحد ما تبعني البارح. خارجه فيا حتى واحد ما تبعش. ما سولوش عليك؟ ما سولوش ما هضروش معايا ما والو. اذا انت تي دابا كطالبي انك واخا تكون عايشه بوحدك ماشي مشكل. بوحدي ماشي مشكل. بوحدي ماشي مشكل، على الله. تنهار يديبوا الامل امل بالضبط عمل قدم الله وطبزنا هاد ماشي ديالي، عند بنت الناس شبرنية الوالدين، فما الوالد ما تضغط عليا لا تيجي بالماء اوف ولا شي حاجه. وكانوا الوالدين كلنا معاهم، ولكن الوالدين كل شيء الله يرحمهم الله يوليهم برحمة الناس. واخا شنو كتطلبي يا لاله دابا؟ انا كنطلب من المحسنين الله يجازيهم بخير يعاونوني ناخذ غير محل نكري نبقى عايشة فيه تنهار الاخر ديالي صافي. واخا لاله واخا واخا الله يسر سيدنا والله يجازيكم بخير حتى نتوما. إذا مشاهدينا الأوفياء كما سمعتوا معنا هاد السيدة كيف ما سبق لنا وشرنا لذلك في البداية ديال التقديم، الزوج ديالها توفى هذه المدة ديال 18 سنة الله يولي برحمة الله، خلى لها البنية عندها شهرين والولد عنده عام وشي حاجة، يعني عنده عام ونص تقريبا. هاد المرأة كانت عايشة بوحدها هي ووليداتها، غلبها الزمان مشات لعند عائلة ديال الزوج ديالها، هذه مدة ديال سنة الوقت اللي تغلبات وتقراش، يعني بطبيعه الحال بنادم كلشي هذا كوفيد هذا الحياه ديال بنادم قلب راسا على عقب، مشات ولات عايشه مع العائله ديال راجلها، هذه مده ديال السنه كانت كما كنقولوا كتخرج تسترزق الله وكتجي داك الشيء اللي قسم الله كتعطيه لهذ العائله هذه، الوقت اللي مرضات بالقواطر راه شنا العمليه اللي دايرها السيده هذه، ما بقاش كتقدر تخدم، ولات يلا شاد واحد 4 دروج كتجففهم كل وحدين كيعطوها 2500 يعني تقريبا واحد 10000 ريال، 10000 ما دير لها والو. اذا هاد الناس هادو ملي شافوا هاد السيده بقات كتجيب والو قالوا لها كما كنقولوا بالعربيه وكنسمح لها الدارجه هذيك الباب الحباب، الان هي البارح بيتها في الزنقه، اليوم كتمنى من الله ومن المحسنين انهم يوقفوا معاها غير باش تلقى فين بيت فين تسكن. كتقول لك ملي انا ما سولوش عليا ولادي حتى انا نقلب غير على، واخا قالت لك انا ما كرهتش يعيشوا معايا ولكن ملي ما بغاونيش انا بغيت غير بيت فين نستقر. غتعطينا النمره الرقم ديالك باش يتواصلوا معاك الناس لا؟ واخا سيدي. عطينا الرقم ديالك. 06 60 73 16 26. عاودي. 06 60 73 16 26. واخا يا ربي. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر من هنا من منطقه الفردوس، كان معكم مراسل قناه مغارب نيوز مصطفى القناوي، حيكم دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.